اول شيء طال عمرك بالنسبه لضنع بيض. اي منين مشهم يا ابو طارق؟ خلني اعلمك، هذا ولا ضنع بيض طال عمرك من سكان الحجاز، من اهل المليح عن المدينه المنوره 50 كيلو شمال غرب المدينه اللي هي خيبر. اللي هي خيبر هذه ارض ضنع بيض، وكانت الشيخه لابن غبي. ما طلعت شيخه لسبعه ولا الفدعان ولد سليمان الله يمرحه للشمال، ما في شيخ قبل الا ابن غبي. واخر الغبين اللي طلع بهم من هالديار هذيك على نجد، ديارنا اللي احنا بها الحين ديار ولد سليمان. لا بس ديار ولد سليمان طال عمرك هذه بين تايمه وبين حايل، يقال لها الوسوق، ضلعان، مجموعه ضلعان اسمها الوسوق كلها، وإلها كل ضلع لها اسم. نزلوا طال عمرك بالردفه، الردفه جهه ضلع المسمى من الغرب، من الغرب من فوق، وجهته من شرق جلد ارض ما هي نفوق. ونزلوا طال عمرك بظهرة المسمى، يسمونها ردفة المسمى، الضلع الكبير هذا. شيخهم نايف بن غبي، وتشاوروا وتشاوروا طال عمرك ورحلوا من ردفة المسمى ونزلوا بزبار وريت. وريت ضلع على نفود ما هي كبيرة، شرق ضلع المسمى.